أناشيد بقى ما شاء الله الكلام وتنسيق الكلام مع اللحن مع الحاجة، مين اللي بيكتب الكلام؟ هو احنا يعني بنعمل تراث، احنا في انشوده عاملينها كليب لينا جديد، وفي حاجات كنا عاملينها لينا من برضه. بنات افكاركم؟ لا مش من افكارنا اكيد، يعني كلمات شعراء. اه هي دي تراث، يعني انا يعني مش عارفه الحاجات اللي انا سمعتها هي اصلا دي من التراث، تراث. متاخده من التراث. اه كان بيقولها رجال كان بيقولها رجال، وفي كأن في ناس اول مره انشوداتها اسمعها، والله كأن اول مره اسمع بجد. فعلا ما شاء الله كل حد فيكم قال مقطوعه، ايه ده الجمال ده. يبقى انا سمعت ان انتوا غنيتوا اول مره خالص في المترو. اه طب احكي لي القصه دي، انا اول ما سمعتها استغربت، يعني بس لقيت مش عامله اول مره قلبان خالص على يعني. واحنا الاول كنا صفحتنا لينا صفحه على الفيسبوك، وكنا بننشد، بننزل مكان كده بنعمل فيه بروفات، مركز شباب العروبه، جميل. وكنا هناك بنعمل اي فيديوهات بسيطه كده وننزلها على الصفحه دي. ما شاء الله لقينا الصفحه ايه زادت، وفي متابعه جديده، لقينا فيديو من الفيديوهات الصفحه لسه جديده خالص، الله. وصل 11000 مشاهده، ولقينا الناس ايه متفاعله معانا جامد، وبتشارك هنا وفي جروبات وهنا وهنا. الناس مفتقده الجمال ده. لا ما شاء الله، يعني ممكن في رمضان شويه كام يوم كده يسمعوا حد صوته حلو بيقول انشاد، بس بعد رمضان طول السنه ما فيش حاجه. هي حقيقه احنا لقينا الناس دعمتنا جدا بصراحه، يعني حتى احنا كنا بادئين بخطوات بسيطه جدا، يعني انا عملت صفحه بسيطه ما عملتش ليها ترويج ولا اي حاجه خالص، لقيت ان ما شاء الله الناس بتشير لنا في جروبات، وبدانا الصفحه كبرت وبقى في جمهور، وفي صحافه بيكلمونا، وفي هنا وهنا. حكايه المترو ايه بقى؟ بندندن حاجه لرمضان فجأة لقينا انتشرت هنا. يعني قاعدين مجموعة من البنات بتتكلموا مع بعض وبتغنوا. أيوة بروفة شاملة، يعني بتسمعوا بعض أو حاجة، لقيتهم بيصوروا وبيسجلوا.